السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا مع موقع حلو أوي اسمه draw.io. الموقع ده متخصص في إنه يرسم مخططات زي برنامج الفيزيو، زي برنامج Library Office Draw. أول ما بيفتح بيقولك أنت عايز تسيف الشغل ده فين، ممكن تسيف على جوجل درايف أو على تريلو أو على الهارد بتاعك أو أون درايف أو جيتيوب أو دروب بوكس زي ما أنت عايز، وتقدر تدخل الامتيازات ديت بحيث إن أنت تتعامل مثلا مع موقع زي يو سي دي تشارت. طيب انا اقول له سيف لي على جوجل، فهو بيقول لي انت عايز اني اكونت، فبقول له سيف لي على الاكونت ده مثلا. الو بيقول لي انت عندي اشكال موجوده ولا عايز تفتح حاجه جديده، بقول له طيب افتح حاجه جديده. بيقول لي طب ايه نوع الحاجه اللي انت عايزها، عايز حاجه بيزك ولا حاجه بيزنس بالشكل دوت. ما شاء الله في اشكال كتيره كويسه، فلوس شارت لي اوت ماب. طيب خلينا حاجه بيزك خالص تمام، واقول له كرييت. بيقول انت عايز سيف فين، في اي مكان. طيب سيف وين الفولدر، اعمل سيلكت على الفولدر واقول له سيلكت، بيبدأ يعمل لي الملف جوه. ببدأ من هنا اختار الاشكال اللي انا عايزها، وليكن مثلا دوت اهو. ولو عندي اختيارين هبدأ احط هنا دوت، وتقدر عندك حاجات كتير جدا، حاجات خاصة بالفلوت شارت، حاجات خاصة بالاسهم بالشكل ده لو انت عايز ترسم اسهم اي واحد من دول. لو جيت هنا تمام تقدر ترسم سهم يربط بين العلاقات بالشكل دوت تمام. مجرد ان انت تقرب من الشكل هتلاقي ان هو بيقولك ارسم الشكل دوت. ممكن من خلال السهم دوت اي حاجة من دي تيجي تدوس عليها مرتين يديك ان انت تكتب تكست، وكل ما انت شغال بيجيب لك هنا خصائص للتكست وخصائص للشكل اللي انت عامل عليه سيلكت. يعني مثلا هنا تقول مثلا انا عايز يكون باللون الفلاني مثلا، ممكن تعمل سيلكت على اكتر من عنصر بالشكل دوت تمام، وتقول له انا عايز الستايل بتاعهم يكون الشكل دوت او ده او ده، او عايزك تظبط التكست مثلا بفونت معين بشكل معين، عايز اعمل محاذاة مثلا كلهم ناحية اليمين كلهم ناحية الشمال، الاقي مثلا بالشكل دوت. انا عايز مثلا البوزيشن يبقى فين، الانجل اللي انت عايزها، عايز تعمل فليب هورزونتال او فيرتيكال. يعني خلينا مثلا نعمل سيلكت على الجزء دوت كده واقول له ايه انا عايز هورزونتال، ده هنا بيوزعهم الاين. عايز تعمل روتيت الحاجات زي ما انت عايز، عايز تعملهم جروب بحيث تتحكم فيهم كلهم مرة واحدة. طيب ممكن بعد كده تقول له انا عايز اعمل بابلش بحيث يبقى في لينك، اللي ابعت له اللينك يقدر يدخل على الصفحة ديت، او اقول له اعمل لي كوبي منها او اكسبورت كصورة كبي دي اف كملف في اس دي اكس او اكس ام ال، بحيث ان انت تكمل شغل على اي برنامج من البرامج اللي ممكن تشتغل في المخطط دي زي الفيزيو زي لابير اوفيس درو وهكذا. وتقدر في نفس الوقت تعمل امبورت من اي ملف من الملفات ديت.